سبيل المغرب وفي سبيل المنتخب المغربي. هذا مقهى المغرب وصوت الراس التي من خمسه يسجل شهادتها وترسل على اليمين وعلى اليسار الى الناس من بالنسبة لمباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكرواتي، يعني مباراة مقبولة لا من ناحية الشكل ولا من ناحية الموضوع، لكن في نهاية المطاف يعني تبقى مباراة على العموم يعني مقبولة إن شاء الله. نتمنى للتوفيق للمنتخب المغربي في قادم المباريات، وخصوصا يعني في المباراة القادمة يعني مع نظيره البلجيكي الذي لا يستهان به، مع العلم أنه لديه يعني لاعبين يعني في المستوى، ومطلوب يعني من المغاربة يقدموا يعني الدور المنوط بهم من أجل يعني تكون يعني مباراة موفقة إن شاء الله، ونتمنى لهم مزيد إن شاء الله من التوفيق والتألق إن شاء الله في قدم المباراة. شكرا. ماتش المغرب كان ماتش زين، احنا سبورترات المغرب ماتش كان زين. المغرب عنده حتى فرصة تكاليفي، وإن شاء الله نبقوا لا تكاليفي إن شاء الله. ماتش مولي كان زين الحمد لله، كانت مباراة جميلة واللاعبين كانوا أبطال ورجال وأسود الأطلس، وديما مغرب إن شاء الله المباريات الجاية وديما مغرب والمباريات الجاية إن شاء الله خارجين للرباح إن شاء الله. رضا من المغرب من مدينة أكادير، وتحية للناس المغرب كاملة. عاش الملك عاش الملك عاش الملك.